ازاي نمنع التسريب وازاي نمنع النزيف ما بعد عمليات السمنة المفرطة، سواء تكميم معدة، تحويل مسار المعدة، او اي جراحات للسمنة المفرطة. في بعض الاحترازات اللي احنا بناخدها ما قبل العملية، ان احنا بنجهز مريض كويس قوي، بنتفادى ادوية الكورتيزون ما قبل العملية. اذا كان في ادوية سيولة لازم يتم تثبيتها ما قبل العملية عن طريقنا يعني، او طريق دكتور القلب ما قبل العملية. اذا كنا داخلين بقى نعمل العملية، لازم يبقى في تقنيات خاصة بالجراح يعملها ان هي تمنع النزيف والتسريب، زي تثبيت طبقة الدهون على جدار المعدة مرة اخرى. يعني بعد التدبيس وفصل المعدة في التكميم، بناخد طبقة الدهون نقوم خيطينها مرة كمان على المعدة، ويبقى انت كده عندك طبقتين، طبقة متدبسة تدبيس كويس قوي، وطبقة كمان ان احنا بناخد طبقة الدهون بنخيطها على المعدة. الطريقة دي شغال بيها من 2016، اسمها الاومنتال فيكسيشن ويز فول سيكنس ستيتشز. يعني معناها ان احنا بناخد طبقة الدهون ونخيطها كأن المعدة مش متدبسة، وبالتالي بتاخد ثلاث صفوف دبابيس وبتاخد طبقة دهون متخيطة، يعني بتعمل التئام يعني شديد جدا على المعدة، وبتغذيها وتخلي الشريان حتى طالع في الأشعاعات ما بعد العملية عامل زي صمام الأمام بالنسبة لها، ودي بتخلي نسبة التسريب والنزيف تصل إلى الزيرو. الزيرو فعلا، لأنه أنت كده خيطت طبقة تانية فوق الدبابيس وما عندكش أي مشكلة مع الدبابيس. يعني حتى لو الدبابيس فك نفسها، أنت لما بتخيط بتلاقي طبقة الدهون هي الحارس الأمين على جدار المعدة، ويمنع التسريب ويمنع النزيف. مش بس كده، احنا بنستخدم طبقة الدهون دي كمان على جدار المعدة ما بعد تحويل مسار المعدة، وبالتالي بتمنع التسريب وتمنع النزيف إلى 0%. النقطة الأهم إن اللي يستخدم الحاجات دي يكون جراح محترف، لأن الخبرة مهمة جدا 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 في إجراء العملية ومنع المضاعفات. كمان الجراح المحترف عنده إمكانية إن أنت حتى لو دخلت في مضاعفات لا قدر الله، يعرف يعالجك وبسرعة جدا، ومبقاش عنده تردد في إن هو التقنية اللي هتفيدك هيعملها، وعنده الخبرة الكافية إن هو يعدي بيك لبر الأمان. نتمنى لكل الناس التوفيق، ونتمنى لهم عدم حدوث مضاعفات ما بعد عمليات السمنة إن شاء الله. شكراً.